الآب والابن روح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 29 بشمس، إحنا حفظنا بقى كل 29 شهر قبطي بنحتفل بعيد البشارة أو عيد الخلاص. هو قلت لكم قبل كده حضراتكم إن هو عيد البشارة والميلاد والخلاص والقيامة، فإحنا بنعتبر إن ده احتفال شهري بالخلاص، وعيننا بتبقى دايما على السماء اللي منها أتى مخلصنا، وعيننا كمان على نفوسنا ونسأل نفسينا أنا يا ترى عايش بالنعمة اللي هو خلصني بيها. عشان كده النهاردة هو يوم عيد وبنصلي فيه فرايحين. النهاردة كمان تذكار نياحة القديس سمعان العمودي، والعمودي ده بعد منه أكتر من قديس بقى اسمه عمودي، لأن بقت نوعية من نوعيات النسك، هي الأحد الآباء يقعد حياته كلها فوق عمود. يعني فكرة غريبة لكنها أخذت فترة من فترات نوع من أنواع النسك. هو اتولد في سوريا سنة 390 ميلادية، وكان أبوه راعي غنم غني، وما كانش عنده غير أخ أكبر، كان له إخوات ماتوا كلهم، ما فضلش غير أخ أكبر ليه. وهو كان وهو صغير كان بيحب يروح الكنيسة دايما، حتى إنه يقال إنه كان زي الأنبش نودر رئيس متوحدين، وهو بيرعى الغنم كان بياخد أكل معاه وكان بيوزعه على الفقراء ويقعد صايم لحد الغروب، نفس اللي عمله أنبش نودر رئيس متوحدين. وبعدين وهو عنده 13 سنة سمع برضو في الكنيسة فكرة زي بتاعت أنبا أنطونيوس بس بطريقة تانية، سمع بيقول توبة للحزانة لأنهم يتعزون، فراح لأبونا سأله قال له يعني إيه توبة للحزانة يتعزون؟ فقال له يا ابني دي معناها ربنا هيدي تعزية لكل واحد بيقدم إماتة في حياته عن العالم. يعني الحزن ده مش لازم يكون الحزن على الخطايا، لكن الحزن ده كمان قد يكون إن الواحد مش عايش في مسرات العالم وفي الصورة بتاعة فرح العالم، ربنا يديله تعزية خاصة. الفكرة جت في ذهنه، خرج راح كان وقتها والده توفى، راح ادى في الارض لاخوه ووزع الفلوس على الفقراء وودى الغنم للدير وراح اترهبن في دير كان ابن عمه فيه راهب كبير، وهو كان عايش حاطط ابن عمه ده مثله الاعلى. قعد 10 سنين في الدير، ولما جه الاسقف يحط الايد عليه يرسمه راهب شاف ملاك جنبه منور، فقال حتى لرئيس الدير اني سمعان هيكون راهب قديس. كان قعد 10 سنين ده يصوم اسبوع كامل ويفطر في اخر الاسبوع، وفي مره مرات وهو بيجاهد يقولوا ان ظهر له الشيطان وقال له انت ضايقتني بصلواتك، وراح ضربه على عينه عمى عينه. وراح لرئيس الدير، رئيس الدير لما عرف قال يجيب له دكاترة، قال له لا اللي عمل فيها كده الشيطان، فلازم ربنا هو اللي يديني نور عيني تاني. وقعد يصلي 40 يوم متواصل، وفي آخر 40 يوم ربنا فتح له عينيه. هو أحد الآباء اللي كان ليهم نسكيات عالية، ولما نسكياته بقت عالية قوي رهبان حواليه اتضايقوا منه، فراحوا رئيس الدير وقالوا مش طايقينه لأنه بيحسسنا أننا صغيرين، أرجوك يروح دير تاني. رئيس الدير بناء على طلب الرهبان قال له يا ابني شوف لك دير تاني. خرج من الدير وراح قعد في زي خرابة كده، بس طبعا الحياة كانت صعبة جدا، فظهر ملايكة لرئيس الدير وقالوا له ليه طردت سمعان؟ ده قديس كبير رجعه. فراح بعت ورا منه رهبان تدور عليه وجابوه، وبعدين ابتدى قعد 3 سنين في الدير، بس كانوا بقى الرهبان بيعملوه انه قديس وله كرامه كبيره، هو ما استحملش الحكايه دي. فبعد 3 سنين خرج من الدير وقعد يدور على مكان يقعد فيه، فلقى عمود. العمود ده كان القاعده بتاعته حاجه بتاعه 3 متر داير، يعني زي اوضه العمود ده
القطر بتاعه كده، والطول بتاعه كان حدود 15 متر، يعني حاجة بتاعت 5-6 دوار يعني عشان بتتخيلوا يعني. فهو قعد جاب سلم لحد ما طلع فوق، وقعد يبص للسماء، وشعر ان هو مرتاح قوي، ان هو احساسه ان هو بعيد عن الارض وعايش للسماء. وكان له احد التلاميذ كان يطلع يجيب له الاكل والشرب فوق. قعد في السورة دي، وجوله بقى من كل بلاد العالم، جوله من فرنسا ومن اثيوبيا ومن فارس وايطاليا عشان يشوفوا الراهب اللي عايش حياته فوق العمود ده. وكان هو احيانا يكلمهم ويديهم موعظه، وكان بيقولوا كتير يستشيروه. ومره من المرات كان في واحد رئيس عصابه راح قعد تحت العمود، هو ما كانش عارف ان رئيس عصابه، وقعد يتكلم معاه وقال وصلى معاه وابتدى ياخد منه ارشاد. يومين ثلاثه ودخل على الدير، شوية جنود قالوا في رئيس عصابة هربان عندكم، دوروا لقوه عند العمود. فبصوا كده للقديس سمعان وقالوا له ازاي انت تتستر على مجرم؟ قال لهم ما كنتش عارف انه مجرم. وبص له كده قالوا يا ابني انت كنت رئيس عصابة فعلا؟ فقال له يا ابي انا كنت رئيس عصابة ولكني قدمت توبة. قال له طب ممكن تتوب بجد؟ يقول الرئيس العصابة ده راح قعد يبكي وقال له أقول إيه علشان أحس بالتوبة؟ قال له قول له يا رب يسوع المسيح اغفر لي خطيتي كلها. فقال له يا رب يسوع المسيح اغفر لي خطيتي، وبعدين سند راسه على العمود وهو بيبكي وروحه صعدت. الجنود اتأثروا جدا إنه ربنا سمح إن هو ما يتقبضش عليه وإن هو يقدم توبة وروحه تطلع على طول. قعد يوعظ الشعب مرتين، يعني بقى الشعب يجيله مرتين في اليوم، يتجمعوا عنده مرتين في أوقات معينة، هو من فوق يقدم وعظة، وبعد ما يخلص الوعظة ويرد على الاستشارات والأسئلة والإرشاد يروح باصص للسماء يقعد يصلي. قعد كده لحد أما حياته كلها. ومرة مرات اتشككوا بعض الرهبان لأنه شكله غريب قوي، فكان واحد من الأباء البرية الكبار قالوا له ايه رايك في سمعان العمودي ده؟ قال لهم روحوا قولوا له فلان، ده كان واحد مشهور من الاباء، بيقول لك انزل، لو نزل يبقى قديس، قولوا له خليك قاعد، لو قعد يجادل ويقول مين فلان ده ولا مش هنزل وانا كده مبسوط، اعرفوا ان هو ده مش قديس. فراحوا قالوا له فلان، ده كان واحد من الاباء يعني، بيقول لك انزل. فقال لهم قوي هاتوا سلم. فجابوا له السلم، وأول ما جه ينزل قالوا لأ خلاص، بيقول لك خليك فوق. هو مش متمسك بشيء، يعني مش عاند، مش شخص كده متصلف، إنسان حلو عايش للسماء. قعد فترة لحد ما مرض وهو فوق، وركع 3 أيام قبل ما يتنيح ومات. طلعت اتنيح وطلعت روحه للسماء وهو راكع يصلي، حتى ما كانوش عارفين إن هو اتنيح ولا إيه، لحد ما تلميذه طلع وجدوا التنيح. الكلام ده كان تنايح سنة 459. تستغرب قوي الناس العقلانية بزيادة واللي مخهم مش واخد على الكلام ده، يقول ايه ده، الكلام ده مش سوي، يعني ايه واحد يطلع يقعد فوق عمود؟ وكانوا قالوها على الرهبانة قبل كده واتكلمت مع حضراتكم عليها، يعني ايه واحد يسيب العالم يقعد كده لوحده في الصحراء؟ هقول لكم حاجة مهمة خالص، هذا الرجل صلى وعلم، هل تظنوا أن الصلاة والتعليم شيء بلا فايدة؟ إذا كنا بنظن أن التعليم ملوش معنى، إذن كل المدرسين وكل الجامعات وكل الصور التعليمية اقفلوها. وزي ما في تعليم لأمور مادية، في تعليم أمور روحية. إذن هذا الرجل قدم خدمة للمجتمع والكنيسة، لأن تهذيب النفس بالروح له مردود كمان على النفوس. زي ما قلت لكم قبل كده، هل تظنوا أن الصلاة عمل سلبي؟ إزاي؟ إذا كان ربنا من أجل صلوات القديسين بيرحم العالم. تقول لي آه بس السلوك بتاعه غريب. أقول لك
السواء النفسي له مقاييس في علم النفس. إريك فروم يقول كده، يقول السواء النفسي، السوي النفسي هو الشخص القادر على العمل والحب. الإنسان السوي هو اللي قادر إنه يكون إيجابي في حياته، منتج وبيحب. اوزنوا ده بقى على القديس سمعان العمودي، كان يوميا بيوعظ مرتين، ده عمل، والصلاة ده عمل، بيحب. شفتوا الراجل زعيم العصابة، هو ما يعرفوش لكن حبه. يقولوا علماء النفس إن الصحة النفسية ليها شوية ملامح. أولا إن يكون الإنسان إيجابي، يعني دايما فعال، عنده شيء إيجابي بيعمله. أنبنطونيوس إيجابي، أنبنطونيوس كان مرة مرات كده طلب إنه يزرع شوية زروع، وبعدين وهو بيزرع الزرع كانت البرية كلها أسود، حب أول زرع هو يقعد يرعاه، إيجابي يزرع بيعمل. فجوم الأسود كانوا يروحوا يشربوا من المية اللي ربنا عملها له، فكانوا يدوسوا على الزرع يموتوه، اتضايق قوي، ازاي الزرع بتاعه يموت. فبص الأسود كده، نزل وقال لهم كده، هتيجوا هنا عشان تشربوا ما عنديش مانع، لكن لو هتعدوا وتموتوا الزرع ما تجوش هنا تاني. يقولوا من ساعتها ما فيش أسد هو بتاعت المنطقة دي. هو إيجابي، يزرع ويعلم ويرهبن وتتعمل أديرة، إيجابي. نمرة اتنين يقولوا إنه قادر على حسم أي صراع داخلي. يعني الإنسان السوي هو اللي مش يقعد الصراعات جوا منه تاكله، قادر يحط قرار يحسم صراع، صراعات خارجية أو داخلية. ويقولوا كمان لا تؤثر فيه الصراعات الخارجية، يعني التأثيرات الخارجية ما تخشش جواه فترة كبيرة. طبعا يتعب لكن في الآخر يحسمها، يطلع رهبان تعمل له مشكلة يقولوا له عايز نطرده، اطرد مفيش مشكلة، ايه هعيش بصورة تانية، وبعدين تحصل مشكلة تانية هطلع فوق العمود. قادر على حسم الصراع، مفيش حاجة تخليه يتكسر لأنه سوي. قادر على تحقيق هدفه، ده السوي النفسي قادر على تحقيق هدفه، عارف هو عايز ايه بالظبط، مش مشتت، مش يعمل حاجة ويرجع فيها، قادر على تحقيق هدفه. يعمل لأجل الحب والخير، يعني مش شرير، مش يكره، كل ما يعمل الإنسان السوي إنسان خير. بصوا ربنا بيعايزنا إيه، ربنا خلقنا أسوية، الشر هو اللي يخلي الإنسان مش سوي. تخيلوا الخطية عملها جوه الإنسان إنها تدمر صورة الإنسانية السوية. الإنسان اللي بيكره مش سوي، الإنسان اللي بيحب الشر مش سوي، الإنسان اللي يقعد يوقع في الناس ده مش سوي. عشان كده كارل روجرز واحد من علماء النفس قال إن النضج والسواء النفسي له ثلاث ملامح مهمة. أولاً أن يكون الإنسان فلسفة واحدة في حياته، يعني إيه؟ عنده رؤية واحدة، شخصيته ثابتة، إنه عنده مبادئ مهمة، عنده حياة واضحة، يعتنق فلسفة في حياته، أنا مسيحي. ما يبقاش مسيحي بالليل والصبح مش مسيحي، ما يبقاش مسيحي في الكنيسة ومش مسيحي في العالم، لا هو مسيحي. اللي بقى متلون ما يبقى سوي. اتنين، قادر على تحقيق أهدافه وقادر على تحقيق ذاته وامتداد الذات. طب تحديد هدفه عارفين، تحقيق ذاته ده يعني يكون عنده إنجازات، ايه امتداد الذات ده؟ يقول روجرز، يقول امتداد الذات هو الوطن، الآخر، العائلة، الأصدقاء. قادر على عمل علاقات حقيقية لامتداد ذاته. يقول الإنسان المنحصر في ذاته مش سوي، الإنسان اللي قادر إنه يحب، قادر إنه يساعد الآخرين سوي. أربعة، قادر على عمل علاقات دائمة دون حقد أو غيرة، وقادر على ممارسة الحب بصورة حقيقية مع الآخرين. يقولوا علماء النفس الإنسان السوي مفيش صراعات تتحكم فيه، قادر على إنه يتحكم في الأمور السلبية، يعني ما يسيبش أمور سلبية تتحكم فيه، ومش حسب الأهواء،
يعني مش الصبح كده يقوم من النوم مزاجه مش مظبوط يروح معاكنا على البيت، ده مش سوي. لا، ما يتحكمش فيه أهواء، ما يتحكمش فيه انفعالات، لا يهتز أمام التجارب. في تجربة بيواجهها بكل قوة، بيواجهها بعمق، يتجاوز المؤثرات الخارجية، عارف إزاي إنه يتعامل مع الأمور اللي فيها صعوبات، ما بيهتزش قدام المشاكل. زي ما ربنا قال كده عن 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 يوحنا المعمدان: ماذا خرجت تنظره؟ أقاصبة تحركها ريح؟ أي مشكلة يقع قدامها ثابت مستنير، عقله مستنير، مش قادر، بيقدر إنه يوزن الأمور باستنارة. هو وديع دون ضعف، متعفف دون تطرف، بسيط دون جهل، حيوي مرح دون هزل، وقور دون تعالي، بذل دون نفعية. يعني مش بيقدم عشان خاطر حاجة، هو بيقدم لأنه إنسان سوي. يبقى عشان أقول لكم حاجة مهمة، أن الروحانية الحقيقية تؤدي إلى سواء حقيقي، يعني يخلي الواحد نفسه حلو، تؤدي إلى تقبل الآخر، والمسيح بيقول كده، تؤدي إلى الاستمتاع بالحياة، المسيح عايز كده، تؤدي إلى السعادة الفرح. الإنسان السوي فرحان مبسوط، غير كده تلاقوه مش سوي، غير كده تلاقوه عنده مشاكل كتيرة. يعني اللي بيهرب من الناس لأنه كاره الناس مش سوي، اللي يقفل على نفسه. لكن أنبا أنطونيوس لما هرب مش لأنه بيكره الناس، بل بالعكس، ده بيقدم حب للناس. أنبا بولا لما هرب وراح البرية واتقابل مع الأنبا أنطونيوس سألوا عن الناس لأنه بيحبهم. اللي يقعد يبرر نفسه دون منطق مش بيعترف بأنه غلطان، دي من ضمن الأمور اللي معناها أنه مش سوي. اللي يسقط أخطاؤه على الآخرين مش سوي. اللي يكبت مشاعره ويتغاظ جوه منه وفي الآخر نجد أنه هو من جواه أسود، ده مش سوي. الإنسان اللي مش مترابط مش سوي. هقول لكم بقى على صورة إنسان سوي رغم أنه انعزل تماماً، أنبا أنطونيوس. بابا أثناسيوس يقول عنه تعبيرات قوية جداً. أنبا أنطونيوس اللي ساب الدنيا وراح في البرية، ولكنه كان إيجابي قوي. أول ما الكنيسة احتاجته نزلت وقت أريوس، وأول ما كان يشعر أني في ناس محتاجاه كان بينزل. أما بخوميوس اعتزل، لكن أول ما مصر مرت بمجاعة بعت الرهبان بتوعه يقدموا للفقراء في كل القرى، غير مميزين مسيحي ولا غير مسيحي. أما شنوس رئيس المتوحدين كان بيفتح الدير بتاعه يستقبل 10,000 شخص يأكلهم ويعلمهم. الرهبنة والانعزال ما هواش نوع من أنواع الهروب ولا عدم السواء، بل بالعكس. بصوا بابا أثناسيوس قال إيه عن أنبا أنطونيوس. يقول: مع أنه قد وصل إلى هذه الدرجة من العلو الروحي، ولكنه حافظ على قوانين الكنيسة بكل تدقيق، وكان يكرم كل الإكليروس أكثر منه، لم يخجل أن يحني رأسه أمام الأساقفة والكهنة. إنسان سوي، ما كانش شاعر أنه عنده مشاكل داخلية وكان هو أعلى من الآخرين، إنسان سوي. وحتى إذا جاء إليه شماس يطلب منه المعونة ويسأله عن الإرشاد كان يكلمه، ولكن حينما يقف يصلي لم يكن يسمح لنفسه أن يصلي، بل كان يجعل الشماس يصلي، عشان أما تونس ما كانش معاه رتبة كهنوتية ولا رتبة شموسية. ولم يخجل أن يسأل ويصغي للتعليم، وكان يقول أنه استفاد كثيرا حينما يتعلم. راجل سوي، سوي جدا. أنت النهاردة بقى لابد أنك تسأل نفسك: أنا تعاملاتي سوية؟ تقول لي: هقيس إزاي؟ أقول لكم القول المهم بتاع إريك فروم: قادر على العمل إيجابي في كل شيء، قادر على الحب، بتقدم محبة للكل. لإلهنا كل المجد وكرامة الأبد.